بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثانوية عامة دفعة 2021، ده فيديو الختام، خلاص نختم رحلة الثانوية العامة. بس خلي بالكوا رحلة الثانوية العامة بس، انتوا لسه مكملين معانا على القناة ان شاء الله عشان في فيديوهات مهمة للكلية الأيام الجاية، فمحدش يمشي. بس نختم ايه، نختم رحلة الثانوية العامة. رحلة بدأناها من سنة بالظبط، من سنة تقريبا، سنة بالظبط، بقالكوا سنة بتدرسوا كتير صراحة. وكانت سنة صعبة قوي، كان صعب قوي بجد يعني، كان فيها غموض كتير، وكان فيها كتب، وكان فيها تعب كبير قوي يعني، تعب كتير. وانتوا اتحملتوا حاجات صراحة لا يتحملها بشر زي ما قلنا، ولا بني ادمين حتى. بس يعني انا كنت ثانوية عامة ما اعتقدش ان انا كنت ممكن استحمل كل اللي اتحملتوه ده. وتعرفت فيها على دفعتكم، دفعة جميلة قوي حبيتها يعني، تكاد تكون اكتر دفعة حبيتها لحد دلوقتي. اتعلمت منها حاجات كتير قوي يعني، علمتوني حاجات كتير قوي، شفت منها نماذج حلوة كتير، يعني يعتبر دخلت اكتر في حياة الطلاب، وعرفت اكتر عن خبايا الطلاب يعني، وصفاتهم النفسية ومشاكلهم العاطفية، فعرفت كتير قوي يعني، وعلمتوني كتير. فيعني جزاكم الله خيرا، ما لا مشكو الناس ما مشكو، لكن احب اشكركم بصراحة يعني على دعمكم المتواصل، برضو دعموا القناة. بلاقي رسائل كتير، ناس بتدعمني، ناس بتقول لي كمل وكده، وانا والله هدفي من القناة ان انا يعني اساعدكم. انا لما جيت اعمل القناة وناس قالت لي انت ليه عاملها مجانا كل حاجه كده، ما ترميش شغلك في البحر؟ لا مش برميه في البحر ولا حاجه، بالعكس يعني، ده يعني حاجه جميله جدا ان اعلم الناس يعني. فيعني ايه، الحمد لله يعني، نسال الله ان اكون يعني قد المسؤوليه دي. فاحب اشكركم جدا، واحب اشكر الناس اللي بتدعمنا وبتزقنا لحد دلوقتي. وكمان عايز اعمل ايه، عايز اقول لكم ان انتوا مش جيل وحش، مش الهوا بيخبط في المايك بيعمل صوت. المهم عايز اقول لكم ان انتوا مش جيل وحش يعني، محدش يقنعكم يا اولاد ويا بنات كلكم يعني ان احنا جيل وحش او ان احنا جيل بايظ. وانا على فكره من جيلكم، انا عندي 21 سنه، انا مواليد 2000 يعني، فمفيش فرق بيننا كبير. لكن عموما انتوا مش جيل، او احنا كلنا مش جيل وحش. الناس اللي بتقول كده دي للاسف يعني غلط. ليه؟ محدش بينصحك يعني، مثلا بدل ما تقول لي اعمل ايه الصح، او مثلا دي حرام ده غلط، لا تلاقيه يقول لك انتوا جيل وحش بس ويمشي. ايوه طب عرفني الصح ايه؟ لا مش فتلاقي الشخص بيقول كده بدل ما يديك النصيحه تلاقيه لا قال لك انت جيل وحش بس ومشي. طب ما ده غلط يا عم الحاج. فاحنا مش جيل وحش يا جماعه ولا حاجه، احنا ممكن كنا نعمل حاجات غلط كتير، عملنا حاجات حرام كتير، ممكن غلطنا كتير يعني، لكن بنتغير، وهي دي الميزه. فانا كان هدفي حتى من القناه دي ان اعلمكم اللغه العربيه، واعلمكم شويه اخلاق كده حلوه. انا يعني مثلا كل شويه بحمسكم، بقول لكم يلا نصلي صلاه الفجر، لو حد متابعنا على الواتس مثلا او تليجرام يعني، بنحمس بعض صلاه الفجر كل شويه. بنصلي على رسول كده عليه الصلاه والسلام، عايزين نتوب يعني. مثلا كل شويه بكلمكم عن مشاكل بتقابل الشباب، زي مثلا زي الصور، ناس تتفرج على صور وافلام مثلا محرمه، ناس مثلا بتقع مثلا في مشاكل معينه، مش عارف حبيت واحده، مش عارف يعني، في ناس بتقع يعني في الفتره دي بيكون في ذنوب كتير كده. فانا بحاول يعني ايه، هدفي ان انا يعني نصلح يعني اكبر قدر ممكن من الناس يعني. فهو ده الميزه يعني. فاحنا يا جماعه مش جيل وحش، احنا ممكن كنا بنعمل حاجات غلط كتير، لكن هنتوب وهنتغير. وزي ما قالوا كده، الادراك ان انت تدرك ان انت عندك مشكله، ده لوحده اصلا نص الحل يعني، نص العلاج. فما تخليش حد بالله عليكم يسمعوا الكلمه دي يعني. ممكن في يوم من الايام حد فيكم يقول كان في مدرس ربنا يكرمه او ربنا يرحمه يعني اسمه محمد ماهر قال لي الكلمه دي في يوم من الايام يعني. في ايه، فاكتبوا الكلمه دي عندكم كده، احنا مش جيل وحش، احنا مش جيل وحش. وخلي عندكم همه عاليه، ان انا في واحد من التابعين بحبه قوي اسمه ابو مسلم الخولاني. ابو مسلم ده ماله؟ كان بيقول مقوله، كان بيقول ايظن اصحاب محمد ان يسبقون اليه، يعني بيقول هو الصحابه فاكرين ان هم يسبقون على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فكان بيقول والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا انهم خلفوا بعدهم رجالا، عشان يعرفوا ان هم خلفوا رجاله وراهم. يعني بيقول ايه، مش معنى ان الصحابه كانوا مع الرسول ان هم يسبقونا، لا احنا يعني احنا ايه، هنبقى معاهم، احنا جايين جامد. فيعني ايه دي الهمه العاليه. فخليك كده زي ابو مسلم الخولاني كده، خليك ايه، خلي عندك همه عاليه تقول احنا جايين جامد، خلي عندك همه ايه عاليه، واحنا مش جيل وحش زي ما اقول لك. وافتكر المقوله دي، وفي يوم من الايام كده تقول واحد فيكم هيقول كان في استاذ محمد ماهر ربنا يكرمه كان بيقول ان احنا مش جيل وحش وان احنا كويسين، احنا عبقره وان احنا كويسين. فانتوا كده فعلا يعني، والله اي حد بيثق بنفسه بيتوكل على الله يعني، بيثق بنفسه وبيجتهد وبيعمل اللي عليه، بيغير نفسه وبيغير في الناس. انت ممكن نفسك غيرت في ملايين الناس او غيرت في واحد بس، اهم حاجه مش العدد، لكن اهم حاجه انت تتغير بجد. فدي نصيحتي يعني، نفسي اقولها لكم يعني. بس كانت سنه سعيده وسنه صعبه يعني، اتعرفت فيها عليكم وحبيتكم بصراحه، دفعه جميله. واتمنى اكون على تواصل يعني، هتلاقوا رقم الواتس بتاعي تحت، واعذروني لو حد كلمني وما ردتش او رديت بعدها بكام يوم، عشان والله الرسائل بالالاف، رسائل كتير قوي. لكن يعني خلينا على تواصل، رقم الواتس تحت لو حد عايز يعني يتواصل معايا شخصيا. بس وتليفوني برده موجود لو حد عايز يتصل يعني.
بس اعذروني لو انا حد اتصل بيا وما ردتش في يوم من الايام، واعذروني على اي خطا بدلا مني، يعني ممكن حد يكون كلمته بطريقه وحشه. وكلنا عندنا اخطاء يعني كلنا عندنا اخطاء، فاي خطا بدل مني في يوم من الايام فاعذروني عليه. كلنا بنتغير، كلنا بنتعلم، وان شاء الله اشوف اخطائي بتاعت السنه دي واحاول اتفاداها السنه الجايه. نصيحه يعني، يعني وعد مني يعني. ايا كان الخطا اللي كنت بعمله في ايا كان عموما يعني هحاول اتفاداه السنه الجايه. وكلنا بنتطور مع الوقت زي ما قلت لكم، فيعني ايه لو في اي خطا مني فاعذر يعني اعذروني، ولو في حاجه انا علمتها لكم في يوم من الايام فحاولوا تذكروني في دعائكم يعني، وتعلموا الناس. وزي ما قلت لكم انتوا مش جيل وحش، حاولوا تفيدوا الناس وتغيروا الناس وتعلموا الناس، وربنا يوفقكم في كلياتكم ان شاء الله. وان شاء الله لينا حلقات مهمه بخصوص الكليه الايام الجايه يعني شهر 8 كده ان شاء الله، او اخر 7 او اول 8 لسه. فانتظرونا يعني بس كده. فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او جهل او تقصير او نسيان فمن انفسنا ومن الشيطان. بس حبدأنا السنة بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، ننهي السنة بإيه؟ سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.